من الامارات وتحديدا في اماره ابو ظبي. نروح بسرعه مع زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا دلوقتي بالقرب من تدريب فريق النادي الاهلي عشان نطمئن من خلاله على اخر الاخبار. فاروق مساء الخير، ويبدو كده ان انت بعيد شويه عن التدريب بعد الجزء اللي كان مسموح بالتصوير، وتحياتي ليك وتحيات زميلنا محمود شوقي ليك. برحب بك يا محمد طبعا، وبرحب بالزميل العزيز محمود شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يا محمد، يعني الجزء المسموح لينا او يعني اداره الاعلام في النادي الاهلي الخاص من تدريب النادي الاهلي اللي انتهى، احنا موجودين يعني بجوارنا الملعب اللي بيؤدي الاهلي عليه تدريباته في ملعب زايد. يعني اللي انطلق التدريب في تمام الساعه 7:30، تقدر تقول اولى التدريبات للتحضير لمباراه الزمالك باذن الله، اللي كلنا بنقول يا رب يا رب ان شاء الله نعود الى القاهره والنادي الاهلي بطل لكاس السوبر المصري باذن الله. طيب ابدا معاك واحده واحده، في تفاصيل جديده بخصوص موقف رامي ربيعه، وسام ابو علي، اشرف داري، عمر كمال عبد الواحد، اكيد الناس كلها عايزه تطمن منك يا فاروق، انت قريب الصله وموجود مع البعثه لحظه بلحظه. يعني خلينا محمد في هذا الامر اطمنك ان طبعا بالامس كان مستر مارسيل كولر منح للاعبين راحه من التدريبات، فضل اللاعبين ان هم البقاء والجلوس في الفندق او مقر اقامه الفريق. هناك جانب من اللاعبين يعني عايز اقول لك يا محمد ان مجهود كبير جدا بيقوم به الجهاز الطبي للنادي الاهلي طبعا برئاسه الدكتور احمد جاب الله. يعني اعتقد يا محمد اي كلمه توصف المجهود الكبير جدا اللي بيقوم به الجهاز الطبي، اعتقد يعني مجهود كبير جدا يعني على مدار اليوم وامس، يعني اجراء جلسات علاج طبيعي لكافه اللاعبين. انت طبعا تابعت يا محمد وكل الجماهير تابعوا، يعني عدد كبير جدا من اللاعبين خرج في المباراه الاخيره امام فريق سيراميكا لي يعني الجهاد العضلي. لكن انا بطمنك يعني تم اجراء بعض الجلسات العلاج الطبيعي لبعض اللاعبين النهارده. طبعا الدكتور احمد جاب الله عمل تيست قبل النزول لارض الملعب. اللعيبه انا عايز اقول لك ان اللعيبه موجوده في التدريبات، يعني تقدر تقول بس هل هنشوف يعني مدى جاهزيه اللاعبين، هيكملوا التدريب ولا هياخدوا جزء من التدريب. لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه كافه اللاعبين موجودين في ارض الملعب طبعا باستثناء خالد عبد الفتاح واشرف داري اللي بتقول خلاص يعني هم في الجزء التاهيلي، وهيبقى في صعوبه للحاق اشرف داري وخالد عبد الفتاح طبعا دي مباراه الزمالك، باستثناء يعني اشرف داري وخالد عبد الفتاح كافه اللاعبين موجودين في ارض الملعب. ننتظر طبعا ان هم يكملوا، يعني انت اكيد عارف ان الدكتور احمد جاب الله هل في منهم بعض اللاعبين هياخد اجزاء من المران او هياخد نصف المران او هياخد المران بالكامل، لكن ان شاء الله نتمنى ان كل لعيبه تأدي المران بشكل كامل وناكد جاهزيه كافه اللاعبين ان شاء الله لمباراه الزمالك باذن الله. طيب اذا يمكن دي معلومه مهمه بيقولها لنا زميلنا فاروق صلاح، في صعوبه ان ممكن اشرف داري وخالد عبد الفتاح يلحقوا بمباراه الخميس امام نادي الزمالك. طب الخبر الثاني اللي عايزين نعرفه منك، هل الاجواء المحيطه بمباراه القمه واللي بيتكتب في السوشيال ميديا مسمعه معاكم في المعسكر واصله للعيبه، انت حاسس بيها شايفها، ولا الظروف عندك ايه يا فاروق؟ لان اكيد الجمهور عايز يطمن، هل اللعيبه بتفكر في ده، بتسمع ده، بتقرا، ولا في يعني عايز اقول لك عزله تامه للمعسكر عن اي اجواء خارجيه؟ محمد يعني نقطة أثرت نقطة في غاية الأهمية، أعتقد يعني نقطة مهمة جدا طبعا في وجودك وفي وجود الزميل محمود شوقي، لامسين ما يدار وما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي سواء هنا في الإمارات أو في القاهرة من كافة الأمور المحيطة بالمباراة النهائية بالمنافس فريق الزمالك، بأيضا كافة التفاصيل فريق النادي الأهلي. عايز أقول لك كل ما يدار خارج محيط بعثة فريق النادي الأهلي شيء، وبعثة فريق النادي الأهلي ومقر إقامة النادي الأهلي في عزلة تامة. اللي احنا لامسينه يا محمد في كلامنا في حديثنا في تواجدنا مع اللاعبين، اللعيبة عندها رغبة مهمة جدا في مصالحة جماهير النادي الأهلي في التركيز في مباراة الزمالك. يعني محمد نقطة برضو واحنا بنقولها، يعني انت عارف يعني ظروف تواجدنا في صفة مستمرة مع اللاعبين، تقدر تقول من المرات اللي انا شايف ان لعيبة النادي الأهلي بتمسك الموبايلات كتير، يعني مفيش، يعني تقدر تقول يا محمد من المرات اللي انا فعلا يعني انا لامسها ان ما تلاقيش لعيب ماسك الموبايل او الهاتف، لا لا الامر ده غير موجود. يعني تقدر تقول انا لمسه في هذه الاجواء،
اللعيبه عندها رغبه كبيره جدا انها تصالح الجماهير، الكابتن الخطيب وجوده في مع البعثه، كافه اعضاء مجلس الاداره، الكابتن محمد رمضان اللي ما بيتكلمش كتير، يعني الكابتن محمد رمضان كلامه قليل جدا يا محمد في ابسط الحدود في ابسط الظروف، حتى يعني محمد الامر اللي كان خاص بكهرباء امر لا يعني لم يستغرق كثيرا، امر فقط ان النادي الاهلي اتخذ قرار المدير الرياضي، الجميع يعني التزم بهذا القرار، الجميع قفل هذه الصفحه، ركز في مباراه الزمالك. اعتقد يا محمد ان شاء الله الصوره اللي هيظهر عليها اللاعبين في مباراه الزمالك هتكون صوره مرضيه ان شاء الله لكافه جماهير النادي الاهلي، وباذن الله اللاعبين تحقق الانتصار والفوز في هذه المباراه باذن الله. سؤال اخير يا فاروق، بكره المؤتمر الصحفي ميعاده امتى؟ التدريب، هل البرنامج بكره تم تحديده بشكل رسمي ولا لسه في تفاصيل مش مكتمله معاك؟ يعني في حاجات يا محمد طبعا ظهرت، انت عارف مع عوده الفريق للفندق او مقر الاقامه بتبدا تحط البلان بشكل كامل لليوم، لكن اقدر احسم لك امور، يعني تم تحديد المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك هيكون في تمام الساعه 4:15 طبعا في ملعب النهيان ملعب نادي الوحده، ثم طبعا المؤتمر الصحفي لفريق النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 5 ايضا في استاد النهيان استاد نادي الوحده. من المقرر ان طبعا يكون تدريب الاهلي غدا في نفس توقيت المباراه الساعه 9 بتوقيت الامارات، 8 بتوقيت القاهره، ده تقدر تقول يعني الامور اللي تم حسمها من البرنامج، مع العوده طبعا الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي بيتم طبعا تحديد موعد الوجبات، موعد المحاضره اللي مستر مارسيل كولر المحاضره اللي هيتكلم فيها مع اللاعبين على المباراه الاخيره مباراه سيراميكا، وايضا الامور المطلوبه الفنيه في التدريب الاخير غدا ان شاء الله للاستعداد لمباراه نادي الزمالك. عايز اطمنك ان كمان درجه الحراره يعني النهارده بدات في تحسن افضل من الايام الماضيه، نتمنى طبعا على مدار اليومين سواء غدا او بعد غد ان شاء الله تكون درجه الحراره في نفس المستوى، نسبه الرطوبه بقت افضل. اعتقد ان شاء الله يوم الخميس القادم على استاد محمد بن زايد الظروف تكون مناسبه ان شاء الله نستمتع بالمباراه، وكلنا بنقول يا رب، والهتاف اللي بنسمعه في كل مكان هنا من جماهير النادي الاهلي السوبر يا سوبر يا اهلي. عايز اقول لك برضو يا محمد على هامش هذا الامر ان بالامس كنا بنتابع مباراه العين والهلال السعودي، كان موجود طبعا كارلوس برينجر وياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي في ارض الملعب بيتفرجوا على مباراه العين من ارض الملعب، انت عارف ان في مباراه تجمع ما بين الاهلي والعين يوم 29 على استاد القاهره، اجواء مميزه جدا، جماهير بالظبط جماهير العين يعني تتوافد على ملعب القاهره، ان شاء الله مباراه تبقى مهمه، لكن لكل حدث حديث، ننهي مباراه الزمالك، نحقق كاس السوبر، ثم يبدا التحضير لمباراه العين الاماراتي باذن الله. طيب فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، تفاصيل كتيره يمكن رصدتها من ابو ظبي استعدادا لمواجهه الزمالك في نهائي كاس السوبر لانديه الابطال باذن الله يوم الخميس المقبل.